تتوقعون وش نوع السيارة؟ وهذا ريموت السيارة فيه الفتح وفتح الشنطة والإغلاق والتشغيل عن بعد. شيري تيغو 8 برو فئة الكومفورت 2023، وحجم الماكينة 1600 سي سي تيربو، تعطيه قوة 194 حصان، ناقل حركة أوتوماتيك، ونظام الدفع دفع أمامي، ولتر البنزين يمشيك 16.9، يعتبر ممتاز بلس، نوع الوقود 95. تعتبر سيارة عائلية بسبعة مقاعد، وسعر السيارة شامل الضريب واللوحات 81,000. وهذه مقدمة السيارة، شمعة الأمامية فول الإي دي، فيها الإشارات متحركة، تطعيمة الكروم على الشبك وعلامة الشيري. جنط مقاس 18، هذا شكل الجنط، الإشارات في مراية الجانبية، والمقابض بنفس لون السيارة، فيها نظام الدخول الذكي للسائق والراكب، حامل العفش. وهذه خلفية السيارة، اسطبات خلفية فول الإي دي، فيها الإشارات متحركة، لمبة الضباب والحساسات الخلفية، الكاميرا الخلفية، الجناح مع لمبة الفرامل، وفتح الشنطة يدوي. مساحة التخزين، وهذه مساحة الجلوس في المقاعد الخلفية مع التكييف الخلفي، والتحكم منفصل من هنا. وهذه مساحة الجلوس في المقاعد اللي في النص، المقاعد جلد باللون الأسود، التكاية في النص وحامل للأكواب، التكييف الخلفي ومنفذ USB، مساحة تخزين، إضاءات في السقف LED، طريقة طي المقعد، التحكم في النوافذ كهربائي، ونظام المنحدرات، والتحكم في وزنية الإضاءة الأمامية للسيارة. وهذا دركسون السيارة، في الجهة اليسار التحكم في مثبت السرعة وشاشة المعلومات اللي موجودة في الطبلون، وفي الجهة اليمين تحكم في الأوامر الصوتية، فيها تبديل خلف الدركسون، هذا الزايد وهذا الناقص. الشاشة تدعم نظام الأبل كاربلاي والأندرويد أوتو، وهذه الكاميرا الخلفية للسيارة. جميع الأبواب مكتوب عليها تيغو، هذا الديكور السيارة. التحكم في أوامر التكييف، لمس، وتقدر أنك تتحكم في التكييف من الجهة اليمين من الجهة اليسار. هذا شكل ناقل الحركة، الفليشر، نظام التشغيل بصمة، البريك الكهربائي، ونظام الأوتو هولد، والتحكم في الشاشة. نقدر نقفل الشاشة أو أشغلها، كذلك رفع الصوت. تتحكم في وضعيات القيادة من هنا، هذا النورمال، فيها ثلاث وضعيات، هذا السبورت، وهذا الإيكو الاقتصادي. التكاية في النص ومساحة تخزين، وفيها منفذين USB، فيها حامل للأكواب، مساحة تخزين في الأسفل، ومنفذ 12 فولت في السقف، إضاءات LED، وحامل للنظارة. أعطونا رأيكم في السيارة.